سليمان بن زبلح. ولد الفنان سليمان بن زبلح بمدينة بنغازي عام 1934. تعلم مثل جيله في الكتاتيب، ثم التحق بمدرسة البركة الابتدائية ومن بعدها مدرسة الأمير، حيث اكتسب كنيته أميرينا عندما كان طالباً بها ومداوماً على عزف الناي بالحديقة المجاورة لها. كان يعزف الناي منذ طفولته وأجاد عام 1948، ولما سمعه علي الشعلية والمسرحي رجب البكوش أخذاه ضمن فرقة هواة التمثيل، وهناك تعلم دروسه الأولى في العزف على الأكورديون، ثم انتقل إلى فرقة الإذاعة ببنغازي عام 1957، وإن كان يتردد عليها منذ سنة 1948 عندما كانت بمعسكر الريمي رفقة الفنان علي الشعلية وضابط الإيقاع رجب بوظنوكة، فكانوا نواة فرقة الإذاعة الموسيقية. غير أن النقلة المفصلية في العزف على الأكورديون بدلاً من الناي تحققت بعدما دربه الفنان المصري حسن صقر عام 1959، وتوجه مدير الإذاعة إبراهيم طوير بإهدائه أكورديون إلى أن أتيحت له الدراسة بمعهد الراشدية بتونس ما بين عامي 1960 و1964، فتعلم النوتة وأتقن العزف، خصوصاً من بعد أن تمكن من تعديل مقامات الأكورديون في القاهرة من الغربي إلى عربي، فكان أول من عزف بها في المغرب العربي. لم يتوقف عند العزف، وإنما انطلق نحو التلحين لعدد من المطربين العربي والليبيين. يصفه الملحن إبراهيم أشرف بأنه عازف ليبيا الأول، وهو من أدخل آلة الأكورديون على الأغنية الليبية، ويقول عنه الشاعر الغنائي هليل البيجو أنه ساهم بشكل فعال في وضع بصمة للأغنية الليبية، إذ كان إيمانه عميقاً بالفن.